مساء الخير أحبائي وأعزائي، معاكم من قناة العظيمة، قناة فن وفرفشة الجميلة. النهاردة هناخد حاجة جميلة جدا، وهو إني هنعرف زي ما بقول الدنيا فيها إيه، وإن شاء الله بإذن الله هننبسط مع بعض كويس قوي، ومع قناة فن وفرفشة، قناة الجميلة العظيمة. أيوة، فين القلم، فين والحاجة فين؟ عشان انت ما دوستش. بابا دوس على الماوس. مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة فن وفرفشة. النهاردة هناخد الدرس الخامس للصف الخامس الابتدائي. الدرس الخامس بيتكلم عن ايه؟ ضرب القصور الاعتيادية. ضرب القصور الاعتيادية. طيب يعني ايه ضرب القصور الاعتيادية يا مستر؟ قال لك هو الكسر اللي بسطه اكبر من مقامه. كسر اعتيادي، البسط اكبر من مقامه. عند ضرب القصور الاعتيادية نضرب بسط في بسط على مقام في مقام. يعني قال لك تعالى نبص، بنيجي نقول له واحد في واحد بواحد اهو، اتنين في تلاتة بستة يبقى طلعت سدس، خمسة، خمسة في تلاتة بكتب كده، خمسة في تلاتة بخمستاشر، سبعة في اتنين ب 14 يبقى 15 على 14. طب هنا خمس الى تمن يعني معناها ايه؟ خمس التمن يعني معناها خمس في تمن. واحد واحد بخمسه، واحد واحد سوري بواحد، وخمسه في ثمانيه ب 40. طيب حلو قوي، تمام كده، تمام كده. طب ناخد نمسح، بيقول لي اللي بالكم بقى، نحل مع بعضينا تدريب، نحل مع بعضين يا اولاد. خمسة في واحد بكام؟ بخمسة، مفيش داعي اعمل بالطريقة. سبعة في اتنين بكام؟ ب 14. كلام جميل جدا. أربعة في اتنين ب 8، تلاتة بخمسة ب 15. هنا سبعة على ستة في واحد، أقول له هي هنا سبعة أهي على ستة، ماشي، في، وهنا واحد، دي معناها يعني ايه؟ ستة على ستة، يعني هنا هتساوي 42 ماشي على 36. تسعة بتمانية بكام؟ ب 72. برافو. تمانية بتسعة بكام؟ بكام؟ تسعة بتمانية ب 72. يعني هنا هتساوي كام يا ولاد؟ واحد. أربعة باتنين بتمانية يا مستر. كلام جميل جدا. خمسة ثلاثة بخمستاشر. برافو. واحد واحد بواحد يا مستر. اتنين في اربعة بتمانية. طب ما تقدي هنا ربع قال اتنين، يعني معناها ايه؟ ربع اهي في نص. واحد واحد بواحد، اربعة باتنين بتمانية، وهكذلك. برضو هنا نفس الكلام، واحد واحد بواحد، خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين. واحد واحد بواحد، تمانية في أربعة باتنين وتلاتين. بحب على طول عشان أنا خلاص فهمت الدنيا إيه. هنا خمسة في كام يديني؟ خمستاشر بتلاتة. برافو عليك، بتلاتة. برافو عليك. تلاتة في كام يديني؟ 21 في سبعة. الله عليك. اتنين في كام يديني؟ 18 في تسعة. ما أنا حافظ جدول الضرب. سبعة بكام يديني؟ 63. سبعة في تسعة. برافو، تمام. خمسة بكام يديني؟ خمسة. خمسة في واحد. اتنين في كام يديني؟ اتنين. اتنين في واحد. كام في أربعة يديني؟ 20. خمسة. برافو عليك. كام في سبعة يديني؟ 35. خمسة. وأدي كده أهو، قلنا كده كلام جميل جدا. طيب إحنا بكده قدرنا
نحل الواجب كله ماشي، ويبقى احنا خدنا الدرس الخامس اللي هو ضرب الكسور الاعتيادية. احبائي وعزائي لكم مني كل الحب والتقدير، ما تنسوش تستفادوا من كل الكلام اللي انا بقوله. خدنا كده الدرس الخامس ضرب الكسور الاعتيادية. شكرا لكم احبائي وعزائي ولكم مني كل الحب والتقدير مع قناة فن وفرفشة. سلام، وان شاء الله هناخد الدرس الجاي ضرب الكسور العشرية. لو الطريقة دي عجباكم قولولي، لو الطريقة اليدوي احسن برضو قولولي.